السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد مقدم من ثينك ماركتس. معكم محمد زيدان. مؤشر الدولار الامريكي ينجح في الارتداد بقوه من مستويات الدعم اللي نبهنا عليها في تقاريرنا السابقه، وشفنا ارتفاع زخم شرائي على الدولار الامريكي بالرغم ان احنا عندنا مجموعه من البيانات صدرت من منطقه اوروبا كانت افضل من المتوقع. حتى على الجنيه الاسترليني مبيعات التجزئه كانت افضل من المتوقع، ولكن جميع العملات الرئيسيه تفشل في تحقيق مكاسب او الحفاظ على مكاسبها امام الدولار الامريكي اللي كانت منذ بدايه الاسبوع، وشفنا موجه بيع قويه على هذه العملات كما نشوف في التحليل الفني. النهارده ننتظر الساعه 3:30 توقيت المملكه العربيه السعوديه مبيعات التجزئه الامريكيه على اساس شهري، ونتوقع ان احنا نشوف ارتفاعات مقارنه بالقراءه المخيبه للامال. وطبعا قوه الدولار الامريكي جايه بشكل رئيسي بسبب تباين اداء الاقتصاد الامريكي مقارنه بالاقتصادات الاخرى، فما زال الاقتصاد الامريكي يعتبر الافضل والاقوى حتى الوقت الحالي. ارتفاع شهيه المخاطر بيزيد من عمليات تدفقات رؤوس الاموال الى الدولار الامريكي والاسواق الامريكيه، فبالتالي شفنا هذه الارتفاعات. تعال نشوف التحليل الفني واهم المستويات التي يجب ان نتابعها، ونبدا كالعاده بمؤشر الدولار الامريكي. وامبارح او خلال الاسبوع ده كنا شفنا فشل الاسواق في تجاوز مستويات 96 20، وقلنا ما دام السوق فوقيها في سيناريو استكمال الصعود مستمر. الان وصلنا لهدفنا الاولي عند 96 80، ولكن بهذه القوه نتوقع ان مستويات 97 سيتم اختراقها، وقد نرى اختبار لمستويات 97 20، اي نتوقع مزيد من قوه الدولار من قوه الدولار الامريكي الفترة اللي جاية. وخاصة لو انت تبص الموجة التصحيحية الهابطة اللي هي بتشكل قناة سعرية دي كانت موجة تصحيحية هابطة لهذا الاتجاه الصاعد، نجحت الأسواق في تجاوز هذه القناة السعرية بقوة، فبالتالي ده معناه ان احنا هنستمر الاتجاه الصاعد، اي هنشوف قيعان اعلى وقمم اعلى، واخر قمة كانت عند مستوى 97، فبالتالي متوقع نشوف قمة اعلى من القمة السابقة، أي مزيد من الارتفاعات مرة أخرى. لو رحنا لليورو مقابل الدولار، طبعا امبارح نبهنا إن فشل الدولار الأمريكي اليورو آسف في الاستقرار على مستوى 13 ما هو إلى زيادة سيناريو بيع. امبارح كنا محايدين، النهاردة بنبيع بقوة، نحن نتوقع مزيد من الهبوط. كان دوت اعتبار إن موجة صحية صاعدة للاتجاه الهابط متوسط الأجل، فبالتالي العودة لمستويات 1.1180 اللي هي أهدافنا متوسط الأجل اللي هو السيناريو الأكثر احتمالا، ومؤشر الـ RSI كمان بيؤدي أو بيشير إلى مزيد من الهبوط على الأجل القصير. لو رحنا الجنيه الاسترليني برضو كنا على خلينا نشوف على الإطار الزمني اليومي، كنا شايفين السوق عند مستويات أو ترند مهم جدا النهارده، واضح تراكم الزخم البيع الأخير اللي شفناه عليه وثلاث أيام متواصلة من البيع المكثفة. هينجح النهارده إن احنا نشوف الجنيه الاسترليني يعود عند مستويات 1.2950، وقد نرى أسوأ من ذلك في تداولات يوم غد، ولكن حتى الآن أهدافنا عند 91 واحد فاصلة واحد فاصلة 29.50 آسف، ولكن بشرط إن السوق يفضل تحت مستويات 30.50. من الواضح إن السوق هيبقى تعول الجنيه الاسترليني داخل عليه ضغط قوي قد يدفعنا لاستمرار الهبوط. الدولار الأسترالي امبارح كنا نعيد صعود بحذر، ولكن شفنا النهارده قوة الدولار الأمريكي حتى بتأثر على الدولار الأسترالي، ارتداد واضح من مستوى مقاومة مهم عند 71.80، العودة أسفله إلى عودة تاني مستوى 70.50 هو السيناريو المحتوى بالنسبة لنا، وبشرط إن السوق يفضل تحت مستويات 71.80 وما نشوفش أي إغلاق فوقيها مرة تانية. 71 تاني مشوفش اي اغلاق فيه. نزلان دولار طبعا امبارح النهارده استكمال الهبوط امبارح الهبوط الخجول بتاع امبارح، النهارده اتوقع كسر مستويات او ال 66 20، وقد نرى مستويات ال 65 60 على الاجل المتوسط في دولار بكره، مزيد من الهبوط متوقع. قوه دولار امريكا ولا انا شايفه، فبالتالي كسر الاتجاه كسر النموذج دوت اللي هو شكل مثلث الى حد ما كسره، واعاده تاكيد عليه والهبوط والارتداد من المستوى الدعم مهمه، والعوده للهبوط تاني ده معناه استكمال الاتجاه الهابط. عاوزين نشوف قاع جديد عن نيوزيلندي، اي مزيد من الهبوط. الدولار الامريكي مقابل الكندي برغم من هبوطه امبارح، احنا قلنا انها هتمثل فرص شراء عند مستويات ال 32 50 او ال 32 80، وبالفعل الارتداد كان واضح، وبالتالي دلوقتي هنشوف كسر النموذج دوت واستكمال الصعود والعوده لمستويات ال 34 50، ولكن بشرط تاني ما نشوفش اي اغلاق تحت مستويات ال 32 80، وحتى مؤشر ار اس اي ميتيك اتجاه صاعد. انا بس بيعتبر الفيديو الى حد ما هو استقبالا للتحليل الفني بتاع بدايه الاسبوع اللي كنا متوقع فيه الدولار الامريكي، ففيش مواضيع جديده ممكن اديها غير انا بستكمل لك اهم المستويات تحط عينك عليها والمناطق اللي هو وقتها اللي يكون تحليلنا فيه خاطئ، اللي هو في حاله الدولار الكندي عند ال 32 80 نستهدف استكمال الصعود وكسر النموذج التصحيحي دوت. الدولار الامريكي مقابل
الياباني أهدافنا دلوقتي كانت من 112 50 وما زلنا متمسكين عليها، وحتى الهبوط يفشل إن هو يكسر مستوى الدعم المهم عند ال 111 80 ما دام السوق فوق ال 110 آسف 111 50، مزيد من الصعود ل 112 50 112 80 هو السيناريو المتوقع بالنسبة لنا للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. لو نيجي على اللي بيمشي عكسه تماما هو الذهب، الذهب مستويات 1272 بالفعل تمسكت، ولكن ده أداة تصحيح، هي ممكن نشوف العودة ل 1280 1282، ولكن دي هتمثل لينا فرصة لبناء مراكز بيعية جديدة لأن أهدافنا عند ال 1265 ومنها كمان 1262. بالنسبة لأسعار النفط، أسعار النفط لحد ما شفنا هبوط امبارح قوي، النهاردة دخلنا في صعود تاني، فلو نبص عليه بشكل تركيز أكتر هل نفسنا دخلنا في حركة عرضية ما بين مستويات ال 65 آسف ال 64 70 ومستويات ال 63 20 عشان نقدر نحدد اتجاه الفترة الجاية. لازم أي اختراق لأحد المستويين، شفنا إغلاق فوق 64 70 تشتري تستهدف مستويات 65 ومنها 66، إغلاق تحت 63 20 تبيع وتستهدف مستويات 61 ومنها المستويات ال 60. الداو جونز أو مؤشر داو جونز الأمريكي برضو متوقعين ارتفاعاتهم، امبارح ما شفناش أي ارتفاعات، النهاردة هبوط في الجلسة الآسيوية ولكن أهو في الجلسة الأوروبية تعافى قليلا، وكان وصل المفروض المستويات ال 280 350 نرجح احنا فيها ان انت ممكن تبني مراكز شرائك هناك، ما دمنا نستهدف مستويات 26750 على الاجل المتوسط 26750 وخدها قاعده، ما دام الداو جونز فوق 26000 مزيد من صعود قادم حتى لو شفنا عمليه صحيه في منتصف جلسات او في جلسه كامله. البيتكوين مزيد من الارتفاعات ونتوقع سهم ارتفاعات 5500 اهدافنا على الاجل القصير، وشرط ان يفضل السوق مستمر فوق 5000. ده باختصار اهم مستويات الدعم والمقاومه للتباع النهارده واستكمال تقريرنا يوم امس. أتمنى لكم أفضل تمنيات تداول موفق. كان معكم محمد زيدان، شكرا للمتابعة، مع السلامة.